الان حنا كنتواجدوا امام مقهى ولايه الجهه من اجل تسلم هذه المجموعه ديال الدراجات الناريه اللي العدد ديالها 108 واللي اقتنتها ولايه الجهه لفائده المصالح الامنيه على مستوى ولايه الدار البيضاء الكبرى. هذه المجموعه ديال الدراجات اللي غادي تعزز الاسطول المتحرك لمصالح ولايه الامن على اختلاف الانواع ديالها، وغادي تساهم بشكل ملموس في تعزيز الامن في المجال الحضاري كذلك في جميع المناطق بصفه عامه. هذه الدراجات غادي تسمح كذلك بالتنقل السريع والتدخل السريع في جميع القضايا، وغادي تسمح كذلك بالتدخل حتى في المناطق اللي عندها طبيعه جغرافيه صعبه، وغادي تقسم على حسب الاحتياجات ديال كل منطقه امنيه، وغتستافد منها مختلف المصالح الامنيه سواء الشرطه القضائيه او الامن العمومي او مصالح اخرى او الشرطه السياحيه او مجموعه المصالح اللي كتشتغل على هذا النوع ديال وسائل التنقل.